Segundo lugar, Fayana Terazak, Argelia. Y un gran atleta saharaui, primer lugar, Amaidan Salah Matou. De 10 kilómetros. صبالي يا مانجابو توما بديتو يا مانجابو بوري يا بوري ما مانجابو ولا ايه بوري بوري ما مانجابو صبالي يا مانجابو يا شيل السودان ما مانجابو ولاد حمي يا مانجابو ولاد الحباشه ما مانجابو ويه بوري بوري ما مانجابو ما كلام أما نانجابو خم كم الله خم مانجابو خم كويو يا مانجابو خم كبلا يا مانجانجابو خوسا بالي أما مانجابو يا سودان سودان أما مانجابو بوري يا بوري أما مانجابو يا بوري بوري ما مانجابو ويه بوري يا بورا ما مانجابو ويه بوري يا بورا ما مانجابو Buri, tu mablito, tu mablito, lito lito, ay blico, si di sebeli, si di debeli, si di sebeli, si di sebeli. Talking about the revolution, the signs don't you know? Talking about the revolution, the sounds whisper while they're standing in the world behind us, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment السلام عليكم خويا الرياضي المعروف
تاع الصحراء الغربيه المشهور. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه نشكر الاخوان الجزائريين مشاركتهم معنا اليوم في هذه الندوه الخاصه بحقوق الانسان بالصحراء الغربيه المحتله. يعني شوف كيفاش القصه نتاع التاريخ يتعاود، يعني معناتها باللي الشعب الصحراوي راح تكون مستقل مهما كانت الظروف. انا برك نتسناو في هذا النهار ان شاء الله يا خويا عرضوا ما برك ناكلوا طعام والحم معاكم نهار العرس الكبير تاع الاستقلال ان شاء الله. أرضكم وذيك ترابكم وذوك إخوانكم الصحراويين كيف اللي عانيتم ثم حسيتوا بذاك اللي عانيتوا به راه يعاني الشعب الصحراوي، وقفتوا بجانب المحنة وظهرتوا عندكم شعب يعني شعبا وحكومة يعني واقف مع هذا الشعب كيف اللي قال الشهيد هوار بومدين نحن مع شعب الصحراء ظالم أو مظلوم، وهذه الكلمات تبقى متورخة لحد الآن باقية في أذهاننا نحن رغم أن جيل جديد جيل الثمانينات فهي الكلمات بقات في ذهننا. نتمنى الاستقلال إن شاء الله والحرية للجميع. هي كأس العالم مش رايك بهذا؟ إن شاء الله تربح الجزائر ونعود ونحضر العرس الكبير إن شاء الله. احنا حاسبين الجزائر في لاكوب دي موند ديجا ان شاء الله، ولين نكون واحد من المشجعين جنوب افريقيا المنتخب الجزائري ان شاء الله. ان شاء الله اخويا ان شاء الله. ايه